على عكس أقران له يجاهدون للحفاظ على مكان لهم تحت دائرة الضوء، كان شبل العيسمي مقلا في إطلالاته الإعلامية، بل أن المتوافر من مداخلات تلفزيونية له يكاد أن يكون مختصرا باثنتين، الأولى عام 2003 ضمن برنامج الاتجاه المعاكس مع فيصل القاسم، وكان عنوانها مستقبل حزب البعث في العراق. ومن أهم ما قاله في تلك المداخلة: ليس من المصلحة حاليا إلا أن نلتفت لضرورة إخراج القوات الغازية المستعمرة المحتلة للعراق ممثلة بالاحتلال البريطاني الأمريكي وبدعم مطلق ودائم من إسرائيل، أو تحالف استراتيجي متين بين الصهيونية وأمريكا وإسرائيل، وهذا أمر صار واضح ولا يحتاج إلى دليل. أما المداخلة الإعلامية الثانية فكانت ضمن وثائقي عملت قناة العربية على إعداده عام 2005، ولم يعرض حين ذاك إلا أن المحطة ومواكبة لتطور حركة الاحتجاج في سوريا قررت عرضه أخيرا بعد إضافة مقابلة مع عبد الحليم خدام عليه، ولعل هذه الإضافة إلى جانب توقيت العرض أوحت بما هو غير حقيقي. فهل ثمة رابط بين العيسمي وخدام؟ يؤكد أبناء العيسمي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأحدهم هو بشار العيسمي الذي كان عضوا في جبهة الخلاص الوطني التي أسسها خدام، ألا علاقة لوالده لا بالجبهة ولا بمؤسسها، وأنه اعتزل العمل السياسي اعتزالا نهائيا منذ عام 92. هل كان هناك اتصال معين، لو اتصال على مستوى شخصي مش رح نقول على مستوى سياسي، بالأستاذ عبد الحليم خدام؟ يعني هل كان في لقاء، زيارة، معرفة معينة من أي مستوى؟ هل حاول عبد الحليم خدام يتصل بالوالد؟ يعني أي اتصال من أي شكل هل تم؟ والله هو بالنسبة للوالد والاتصال مع الأستاذ أبو جمال، مع الأستاذ عبد الحليم خدام، كان اتصالات متقطعة جدا وبالمناسبات فقط. وكان السبب الرئيسي هو جبهة الخلاص الوطني اللي كنت أنا مشترك فيها. بس أما بالنسبة لاشتراكي فيها ما كان في قرار الوالد، والد مارس معنا بصراحة ديمقراطية في تربيته لنا، وكان يسمح لنا أنه ما يتدخل بالقرارات، ويقول أنه كل شخص هو حر بمستقبله وحر بالطريقة اللي بده إياها. طب هل كان مؤيد لخيارك أستاذ بشار؟ لم يكن مؤيد ولم يكن معارض، يعني كان في وقتها في جبهة الخلاص عندما تشكلت في 2006 يعني تشكلت من جميع القوى السياسية تقريبا. لم يفرض علي رأي في هذا الموضوع. للأسف أنه كثير أصعب الأيام عم تتجه، يعني لعدة أسباب. مثل ما بنعرف هو كان معارض سوري سابق سياسي، يعني هو في تقارير وصلت طبعا من جهات مختلفة، واحنا بدور السعي للتحقيق في دقة ومصداقية هذا المصادر اللي وصلت، المصادر يعني وصلتنا تؤكد انه الوالد اصبح في سوريا. بأي حال، فإنما يعزز القناعة بأن العيسمي الأب كان بعيدا عن أجواء خدام هو التباعد الفكري بين الرجلين، فبينما تحول نائب الرئيس السوري الأسبق من ممانع بعثي إلى لا ممانع بالحلول ضيفا على التلفزيون الإسرائيلي، كان العيسمي فخورا بانتصار المقاومة على الجيش الإسرائيلي على الرغم مما بين حزب الله والبعث العراقي من خلافات سياسية يعرفها القاصي والداني. وفي هذه السطور التي كتبها عام 2000 ما يلخص قناعاته، علما أنه كتب تحتها يقول: في هذا العام اضطرت إسرائيل للانسحاب من لبنان مع احتفاظها بمزارع شبعة، وأخفقت في فرض اتفاقية سلام على لبنان. إسرى وأمريكا كأفعى واحدة، وهما العدو الصل ينفث حقده، فالرأس أمريكا وإسرائيل أمست ذيلها، والكل يتقن كيده، والشعب في لبنان قدم عبرة بالفعل والإيمان أنجز وعده، درس المقاومة الشجاعة معلم نحو التحرر مع إقامة وحدة. يوم كان الأسود أشبالا كان شبل العيسمي أسدا يحمل أفكار حزب البعث من قطر إلى قطر، لكن الزمان دار وكبر الأسد وشاب وصار لقمة سائغة للإرهاب. من خطف الرجل التسعيني لا تبحث عن الإجابة في أسطر سنقرأها، بل بين أسطر سبق وقرأناها. من مكان اختطاف شبل العيسمي في منطقة علي، في راس حطوم، قناة الجديد. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يزور